السلام عليكم الخوش، فيديو جديد على الأخ مصطفى. تبارك الله. اليوم الخوش 20 شهر 4 2022. تبارك الله خويا مصطفى، كي داير؟ كل شي مزيان، الله يحفظك. هذه اخويا مصطفى شحال فيها من راس؟ 24 راس الخوش. تبارك الله، ما فيها لا عيب لا والو، ما فيها لا عيب لا حتى شي حاجه. الخوش كاين هنايا 24 راس، تبارك الله، كاملة مزردة. واللي بغاها الخوش يتصل بالرقم. ومرحبا الخوش، راه يصاوب معكم ان شاء الله في الثمن. بقى سنين الحليب شحال تكون عندها من شهر هذه اخويا مصطفى؟ تقريبا تل ما بين 4 ونص حتى 6 شهور. تبارك الله، سلعة نقية، تبارك الله، السلعة ديال البروج في 24 راس كاملة مزردة. ها وهذا راه يعشقوه، هذا تخليها مع الغلام، هذا لا يعشقوا ولا عشاقه. تبارك الله، رومي، الله يبارك. سليعه كامله نقيه الخوت، اللي بغاها يتصل بالرقم وراه غادي يصاوب معكم ان شاء الله في الثمن. سليعه زينه وناضره، تبارك الله، قرن وزين وتوب. جر المشاهدين اخويا مصطفى. توما تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، قرن توب وزين، ما شاء الله، الله يصلح. قرب توب توب. توما الخوت، تبارك الله، لا سليعة ما شاء الله، سليعة زينة، تبارك الله. هانتوما الخوت، اللي بغاها راه يتصل بالرقم وراه يتصاوب معكم ان شاء الله في الثمن. تحياتي ليكم، تبارك الله، سليعة نقية، والله يسخر الجميع. هادي سارحة خويا مصطفى ولا لا؟ تبارك الله، مداوية كلشي. هانتوما نداوي كل شيء، تبارك الله. واللي بغى يداوي يعاود يداوي، راه يداوي ماشي ضروري كيتبدل المركز كيعاود يداوي. ها هي جيب علينا مصطفى هنا، يضرب علينا هنا، يشوفوا المشاهدين. هانتوما تبارك الله، راه فيها 24 راس كامله مليحه، الله يسخر الجميع. سليعه نقيه، تبارك الله، اللي بغاها راه يتواصل معاه ان شاء الله، راه يصاوب معاكم ان شاء الله في الثمن. وتحياتي لكم الخوت، الله يستر الامور. سليعه نقيه راه فيها 24. توما تبارك الله، سليعة على قرن وزين وشوف، تبارك الله، تبارك الله. توما الخوت، سلعة راه نقية، تبارك الله. ولي جا عندك السي مصطفى راه غادي يصاوب معاه ان شاء الله في الثمن. مرحبا، اللي جا عندك ان شاء الله راه صاوب معاه في الثمن، ولكن راه صراحة سليعة ديال العشاقة. اللي بغى الانسان، اللي بغى يعشق المليح، غياخذ هاد السليعه، تبارك الله، راه ما شاء الله، الله يصلح. زور لينا هذاك الرومي، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، حاولي زين وتوبوا، الله يصلح. هانتوما الخوت، الله يبارك، اللي بغى هاد السليعه راه يتصل بالسيد. ومرحبا الخوش، الله يسليكم.